سيموتون جزاء هذا كل واحد منهم. حان الوقت لنقاتل. غضبك في محله، لكنك لن تنتصر في حرب يا علي. باسم، جيد، نحتاج إليك. لقد أخذ المرتزقة بعض المتمردين وقتلوهم في الميدان، وطالبني رفيقك بالاختباء كفأر بينما يطاردون رجالي علانية. لابد على الأقل من أن نعيد القتلى إلى أهلهم. أما زلت تخشى قتال هؤلاء الشياطين يا بيشي؟ لا أخشى سوى أن نصبح مثلهم. ليست المسألة بسيطة كما تبدو. لن يجازف الخليفة بإشعال حرب، هذا من عمل التنظيم. سأعثر على المسؤولين عن ذلك إذن وأذبحهم مثل الكلاب. سيعثر عليك التنظيم أولاً. من المرجح أنهم يبحثون عنك أنت وبيشي. بالفعل إنك معروف عندهم جيداً. أما باسم، علي، سأعثر على من فعلوا هذا وسأقتلهم جميعاً، هذا وعدي لك. باسم محق، دعه يتولى هذا، وعندما يموت المسؤولون عن ذلك سينسب إليك الفضل. اتفقنا، لابد أن يعرف الجميع أنني الفاعل. سأعود إلى جرجرايا، لكنني لن أنتظر طويلاً. باسم، سأقابلك عند البوابة. وأنا سأحرص على إرجاع الجثث إلى أهلها حتى تدفن. كان يمكن أن تسوأ الأمور. هل ترى أن هذا من عمل التنظيم؟ نعم، كما تعرف يدير الشرقية مرتزقة ترك يدفع لهم الخليفة، وهو نفسه مجرد دمية بيد التنظيم. يخبرني الجواسيس بأن أحد قيادات المرتزقة في الشرقية معهم. أخبرني من هو وسأعثر عليه. لابد أن نخطو بحذر، فالأجواء في الشرقية مشتعلة والمتمردون مسلحون وأعدادهم تتزايد. قد يهجمون في أي وقت. أي هفوة قد تشعل حرباً تهدد ألموت نفسها. بما تنصح يا فولاذ؟ رافق علي إلى جرجرايا وتفقد الأرجاء. لابد من وجود شخص يعرف شيئاً هناك. ويا باسم، أنجز عملك بسرعة، فأنت تدرك حجم الخطر. باسم يا علي، أنت مستعد لنذهب؟
لنذهب. علينا الرحيل إلى جرجرايا. أنتم غريبون أيها المستترون، تمنحونني أسلحة لا أستخدمها وترجعون الفضل إلي في انتصاراتكم. كانت الحرب لتؤذي الجميع، خاصة أنت. ذلك حديث أسيادك. ألا يزعجك أن من تطيعهم هم من يضعون القوانين التي تطالبك بالطاعة؟ إنهم لا يتحكمون بي، أنا حر وأقاتل كي ينال الآخرون حريتهم أيضاً. كل ما تفعله هو في صالح المستترين، ذلك نوع غريب من الحرية. المستترون هم عائلتي، لا يوجد تعارض. كما تشاء. عشت في الشوارع من قبل ولم أستجب لأحد غيري، لكنني لم أكن حر. والآن بينما يملي عليك الآخرون من تكون، أتنعم بحرية أكبر؟ لا يمكنك أن تفهم. بل أفهم أكثر منك. لا تبتعد عن. إذا كنت حراً حقاً فلما يدور الصراع داخله؟ ماذا تعني؟ لا يوجد صراع. أرى أن هناك صراعاً بين ما تفكر فيه وما تشعر به. لن تعثر على الحقيقة أبداً ما لم تكن صادقاً مع نفسك أولاً. لا يمكن لأحد أن يعرف ما يفكر فيه شخص آخر. لا يمكن لأحد عادي، لكن انظر إلي، أنا لا أنصاع لأحد. أود أن ألقي نظرة في الأنحاء قبل عودة بيشي إلى جرجرايا مع الجثامين. سيكون هذا تصرفاً حكيماً، الناس هنا غاضبون بالفعل، ستسوء الأمور بعد الدفن. هناك مقهى بالجوار ومرتادوه يثرثرون، قد تسمع شيئاً هناك عمن يختطف رجالنا. وماذا ستفعل؟ لدي تحقيقات خاصة لأجريها، قابلني هنا إذا اكتشفت شيئاً. جميعكم هالكون. علي التخلص من هذا. إن مجموعة من مرحبا، اجلس من فضلك أو اطلع على مجموعة الشاي المنتقات بعناية لدي. إنه بارد. وهذا كالمقهى الذي ذكره علي. سخنه هذه المرة. حاضر سيدي، أعتذر بشدة. يختفي عبيد زنج ممتازون ويبقى أشخاص بلا كفاءة مثلك. اسكت وأحضر الشاي. اسمعوني جيدا، أتخشون مرض أطفالكم؟ أتحملون هم راحتهم؟ يناشدكم الخليفة أن تلتمسوا المشورة في عمل. سمعتك تقول إن عبيداً قد اختفوا. من أنت؟ كيف تجرؤ على التحدث إلي؟ اغرب عني. ربما تغير عملة من رأيك. كيف تجرؤ؟ ماذا تقول؟ مهلاً، من أين لك بمثل هذه؟ حسناً، هيا أسرع. قلت إن عبيداً من الزنج قد اختفوا. لا أفهم ما علاقتك بالأمر، لكن أجل، شخص غريب من أولئك المتمردين كان يقلقل العبيد، وبعد أن تحدث إليهم اختفوا. لا شك أنه أحد معارف علي بن محمد مثير المتاعب. هذا ما أعرفه، ارحل قبل أن يراني شخص ذو شأن أتحدث إلى شخص مثلك.
أيها الناس، اسمعوا وعوا. هل سمعتم آراءكم عاطفة مع المتمردين؟ كلمات طيبة للرقيق الذين هربوا من أسلحتهم. تعمل وتعمل وعلى ما تحصل لا شيء. العبيد الملعونون أعاملهم جيداً وأطعمهم، ثم يختفون ولا يبقى أحد للعمل. قد يتحدث إذا تمكنت من إعادته الوعي. حان وقت استعادة الوعي. يكفي، أنا أفضل. من الخطير أن تثمل فمك. كان من الممكن أن يقبضوا عليه. تعرضت للمتاعب مؤخراً. قلت إن بعض عبيدك مفقودون. حقاً؟ أنا لا أذكر. ليسوا مفقودين فحسب، بل اختفوا. لا يختفي الأشخاص هكذا. ليلة أمس لم يعد من الحقول اثنان من عبيدي، لم يرى أحد شيئاً. لقد اختفيا، تبخرا. لذا فقد فكرت أن تثمل في مقهى عام. حسناً، أجل. رأسي، انظر، لا تخبر أحداً. سأعود للمنزل لأستلقي. الشخص يبدو مريبا، علي تقصي الأمر. قطعة أخرى. لن تمر أيها الأحمق. من أمر وجدت لتأكل كثيرا. هل أردت شيئا؟ ليس هنا، هناك كثير من الأذان، إذا فهمت ما أعنيه. نعم يا سيدي، أنواع الشاي المميزة محفوظة في الخلف بهذا الاتجاه، انتبه لخطواتك. اتبعني. تصرف بشكل طبيعي. حسناً، لا أحد هنا. حسناً، يبدو أننا وحدنا. ماذا أردت؟ المعذرة على المبالغة في الأمر، لكن لا يعلم المرء من يراقبه، والتسلل مثير للحماس نوعاً ما. رأيت وشاحك الأحمر وسمعتك تتحدث عن العبيد المفقودين. اختفى عبد آخر من منزل ريفي قريب. كيف تعرف هذا؟ أنا صديق للعائلة، كان الزوج أحد الذين قتلوهم، والابن الآن مفقود أيضاً. والدته أنهكها القلق، ظننت أن بمقدورك مساعدتها. أخبرني بمكان هذا المنزل الريفي. إنه في جهة الغرب، لا يمنح العبيد ثقتهم بسهولة، لكن إذا استطعت أن تفعل شيئاً فسأعتبره معروفاً شخصياً. علي العودة إلى علي وأخباره بما اكتشفته. لا ينبغي لنا فعل ذلك، سيعود علينا هذا بالمشكلات فحسب. مشكلات أكثر من القتل؟ لقد ذبحوا إخوتنا،
كيف لك ألا تفهم؟ ما هذا يا علي؟ ليس هذا ما اتفقنا عليه. أنا أفعل ما يتوجب فعله، لا أحتاج إلى موافقتك. هل اكتشفت شيئاً؟ يختفي العبيد من جميع أنحاء جرجرايا، أحدهم اختفى من منزل ريفي بالجوار. سأذهب إلى هناك وأرى ما يمكنني العثور عليه. جيد، كان صديقنا هذا يمضي صباحه في الميناء يقابل شخصاً نظنه من وشاة الخليفة. يمكنك العثور على هذا الواشي واللحاق به حتى ترى ما يقودنا إليه ذلك، وأثناء ذلك سنجبر أنا وبيشي صديقنا على التحدث. هذا خطأ يا علي. دعنا نرى. علي البحث عن الواشي ومساعدة الأرملة في العثور على ولدها المفقود. هذا هو الميناء، لابد أن يكون الواشي هنا في مكان ما. قد يكون هذا هو الواشي. لا ملاحظات اليوم، علي الذهاب، اقترب الوقت. وقت ماذا يا ترى؟ علي اتباعه، لكن يجب ألا أدعه يراني. ها أنت، يمكنك إرشادي الآن. هذا الإعلان أصبح طيب، هيا مهلا ماذا؟ إنهم يبحثون عنك. كيف حالك؟
أراك الآن. هيا، عليك قيادتي إلى ما أسعى إليه حقا. ظننت أنك ستهرب مني. لدي معلومات جديدة. لقد وصلت. لدي معلومات جديدة. لدي معلومات جديدة. لدي معلومات جديدة. رويدة، معلومات جديدة. مهلا، ما ذلك؟ ماذا؟
حتى أمك لن تستطيع التعرف على ما تبقى منك عندما أفرغ. مهلا. لدي معلومات جديدة. بماذا جئت؟ ناهيك عن العبد الذي أخبرتك عنه. هناك شخص يحوم في أنحاء جرجرايا يثير التساؤلات. أهو من أبلغنا عنه آخر مرة، مفتعل للمشكلات، بيشي. هذا شخص جديد، يبدو أن أحداً لا يعرف عنه شيئاً. ما نفع حديثنا؟ أنا أحمل رسائل إلى الزعيم. عد عندما تحصل على اسمه. كان هذان الشخصان يجمعان المعلومات لشخص يدعى طوغان بن أرسلان. لابد أن أعثر على طوغان هذا، لكن أولاً يجب أن أساعد الأرملة في العثور على ولدها المفقود. لعل بين الأمرين صلة. لن أخسره كما خسرت والده. ربما هو آمن في مكان ما، قد يكون تائهاً. لا، لقد رحل. لم أحظى بفرصة لجمع الزهور لجنازة زوجي، والآن رحل ولدي أيضاً. لابد أن هذا هو المعذرة. من أنت؟ ماذا تريد؟ سامحيني، لم أقصد أن أفزعك. أخبرني مالك المقهى عن مصابك، قد أتمكن من المساعدة. لا أعلم كيف، أنا لا أعرفك. إنك تحتاجين إلى زهور لدفن زوجي، فقدت مثلك أشخاصاً مقربين، لكنني لم أتمكن من دفنهم. سيشرفني إذا سمحت لي أن أقدم لك ما لم أتمكن من تقديمه لأصدقائي. سأجمع هذه الزهور. غالباً ما كان يجلب لي زوجي بعضاً من الزعيطمان. إذا أحضرت لي بعضها فسأضعها على قبره ماء يدفن كهدية أخيرة مني. سأفعل ذلك. ستكون الزهور بالجوار، علي البحث في الأرجاء. كثير من الكتمان هنا. تبدو هذه كالزهور التي أحتاج إليها.
زهور جميلة كانت تسر أصدقائي. جلبت لك الزهور مع خالص مواساتي. إنها زهور رائعة، كم أحبها زوجي. شكرا لك. أهناك ما أفعله من أجلك؟ أحاول أن أكتشف من يأخذ العبيد من جرجرايا. أعلم أن ولدك مفقود. أجل، خسرت والده، لن أستطيع تحمل خسارته أيضا. أيمكنك إخباري بما كان يفعله قبل أن يختفي؟ عندما أخذوا والده صار تعيساً وبدأ يخرج ليلاً، لكنه لم يعد الليلة الماضية. سألقي نظرة في الأنحاء لعل شيئاً هنا يشير إلى ما حدث. يمكنني أن أقتفي أثار ولدها في هذه الأنحاء. يوجد الكثير من الآثار هنا، تؤدي الآثار إلى ذلك المبنى الصغير. أحتاج إلى العثور على طريقة للدخول. رسالة. إنه يذكر مزرعة قريبة، علي إخبار والدته بما عثرت عليه. عثرت على رسالة من ولدك، كان يبحث عن الرجال الذين أخذوا والده. ذلك الفتى الأحمق، لقد ذكر مزرعة قريبة. أتعرفين عما كان يتحدث؟ لا، تلك مزرعة طغان، إنها تعج بالمرتزقة. إذا ذهب إلى هناك أرجوك أعثر على ولدي. إذا كان حياً فسأعيده إليك. أعدك ستكون مزرعة طوغان مشددة الحراسة. علي التحدث إلى علي بشأن الخطوة التالية. عدت أخيراً. ماذا فعلت؟ ما وجب علي فعله. هذا ما تبدو علي حريتك؟ أنا لا أتبع عقيدتك ولا أستجيب لأمر المستترين، إنه ثمن الحرب. سيخالفك بيشي الرأي. لا يقود بيشي هذا التمرد، إنه يؤدي دوره وأنا أؤدي دوري، لكن يكفي. ماذا اكتشفت؟ اختطف العبيد المفقودون بأمر من شخص يدعى طوغان بن أرسلان. سيحدث أمر جلل قريباً، لا أعرف ما هو. أما أنا فأعرف، قال هذا الرجل إنهم يستجوبون رجالي وسيقتلهم قائدهم بعدها في المنزل الفاخر. ذكر الواشي اسم بيشي يا علي، إنهم يبحثون عنه. ليبحثوا، حرر رجالي
سأشن الهجوم على المنزل الفاخر. قابلني بجوار المزرعة عندما تنتهي. يبدو أن هذه المزرعة هي التي يحتجزون فيها رجال علي. هل يخدعني عقلي؟ لا تأبه بي. مهلا. ماذا؟ مهلا، على رسلك. ما الذي يجري؟ رويدا طرقت صفوفنا، جاهزوا الأسلحة. تمهل. الحمد لله، ظننا أننا في عداد الأموات. أخرجني. علي ينتظر بجوار المزرعة. اذهبوا بسرعة، ابن الأرملة ليس هنا. على رسلك. تنتظرك والدتك.
لن أعود الآن. قتل والدي. سأقاتل. هل حان دوري؟ أنت شجاع. حسنا. قابل عليا خارج المزرعة. أخرجناهم جميعا. ينبغي أن أقابل علي. هل الجميع هنا؟ ليام الطوغان ابن أرسلان الآن، إننا ننتظرك. أنا مستعد، فلنذهب. اختطفوكم من منازلكم وكنتم أحراراً، وأحضروكم هنا لتموتوا في حقولهم عبيداً. ذبحوا إخوتنا كالكلاب في الشرقية، والآن قد اختطفوا المزيد منا. لا، ليس بعد الآن. وعدتكم بحياة جديدة، أعطيتكم كلمتي. ينضم إلينا المزيد يومياً من أقل أهل بغداد مكانة إلى أعظمها. إن الله معنا، فمسعانا حق وقدرنا أن نحقق العدل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله. انتظر. أين صديقك سيد العبيد؟ أين؟ سأخرس فمك. عندما ينتشر خبر الانتصار سينضم العديد إلينا. كان طوغان بن أرسلان يحمل أوامر، كان سينقل الأخبار إلى رؤسائه في نادي الشرطة في الشرقية. قد يكون الرؤساء من أمروا بقتل المختطفين، أذكرت أسماءهم فيها؟ إنها تستخدم أسماء حركية، الرخ، الأشمداي، وحده التنظيم يستخدم مثل هذه الأسماء. سأذهب إلى النادي وأرى ما سأعثر عليه. حظاً طيباً، علي العودة وانتظار بيشي. توخى الحذر يا علي، سيطارد الخليفة كل منكما بعد هذا. إذا أردنا التحرر فهناك أشياء لا يمكن الهرب منها. ينبغي أن أذهب إلى نادي الشرطة في الشرقية. أفضل أن أبقى مستترا. ها هو نادي الشرطة. الآن سأبحث عن طريقة للدخول.
بدايه جلدي اصابني بالتقرحات. مهلا. يحصلون على حجرتهم الخاصة ويجعلوننا نحرسها. من الذي؟ مغلقة. لابد أن هذه هي غرفة القادة. أحتاج إلى مفتاح. ألا يكون هذا؟ استطلع المنطقة يا أنكي.
إنهم يعتمدون على مفتاح سيارتهم الخاصة. أرأيت تلك المرأة التي اختطفنا زوجها؟ لا جناح عليك أن تجعلها أمة لك. لا تنظر إلي هكذا، فضلنا الله يا جسور. ألا ينبغي أن يتمتع أحد بمثل هذه النعم سوى المردخوار؟ لا تلفظ اسمه، ليس حتى في هذا المكان. إنه أشد من يخيفني بيننا جميعا. إذا عرف ماضي واكتشف أي خطأ فإلى أين أفر منه؟ لا أملك رفاهية سفنك يا نادر. ربما تماديت في تلاعبك بالحقيقة في الماضي، لكنك أثبتت ولاءك مرات عدة. لقد قتلت أولئك المتمردين مؤخراً، كانت هذه مهمة أقصى من أمره بفعلها. ربما عليه أن يخافك. إنني أسمع صوتك، لكن الكلمات كلمات الشيطان نفسه. لا أريد أي متاعب حينما يعود. الشيطان؟ تلك إشادة كبيرة منك. الأمر كما أخبرتك، إننا مفضلون ولا نحتاج إلى الخوف من أي شيء. أين طغان؟ لقد تأخر. كالعادة يا صديقي، إنك تقلق أكثر من اللازم، ولهذا أنت مجرد الرخ وأنا الأشمداي. أعتذر أيها القادة، قتل طوغان بن أرسلان ونخشى أن هناك دخيلاً، علينا أخذكما إلى مكان آمن. هناك خطب الماء، طوغان لن يتأخر. ينتمي هذان الاثنان إلى التنظيم ويعملان لصالح ثالث يدعى المردخوار، لكن الآن علي العثور على طريقة للخروج. أنا بمأمن، علي العودة إلى فولاذ. ما ها، ويسمون هذا فنًا.
تحل ببعض الأدب أيها الأب. ما مشكلة أيها المجنون. من الجيد يا ضربت أعشاشا كثيرة ينتشر المرتزقة في كل مكان كالنمل الغاضب. هذا يفسر غياب بيشي، إنه يتجنب المرتزقة. آمل أن الأمر استحق هذا العناء. اكتشفت أن هناك قائدين يعملان مع التنظيم، وهناك آخر يقودهما. ثلاثة؟ ذلك يفسر بحث التنظيم في الشرقية. يطلق على أول شخصين الرخ والأشمداي، يدعى الثالث المرتخوار. يختبئون خلف أسماء رنانة كأطفال متباهين. لا تخلط بين زهو التنظيم والصبيانية، إنهم القوة الحقيقية خلف العباسيين. هل وصلت إلى شيء يمكننا تمييزهم به؟ المدعو الرخ كان صاحبه يناديه باسم الجسور، إنه يهرب من ماضيه ويعيش في رعب بسببه. جسور، أجل، لابد أن هذا هو جسور بن باسل قائد الجند العربي. سمعت عنه، جبان نسب إلى نفسه فضل الانتصار في معارك فاز بها غيره. هذا ماض بذل جهوداً مضنية في إخفائه. يملك جسور منزلاً فاخراً في قصر صالح غرباً، يمكنك البحث عنه هناك. المدعو بالأشمداي اسمه الحقيقي نادر، في حوزته سفن يسيطر عليها، وليس جبانا كصاحبه بل مغرور في الواقع. نادر، لابد أنه قائد البحرية نادر بن حفيظ، متعجرف لا يكترث لرجاله كما يكترث لسفنه. أجل، قائد البحرية متعجرف ربما، لكنه ذكي. لقد صنع العديد من السفن الحربية الجديدة للخليفة. لابد أن نفوذ التنظيم قد ازداد إذا كانوا قد جندوا نادر. عليك البحث عنه في الميناء الأدنى في الشمال. بالنسبة إلى قائدهم المردخوار، فكل ما عرفته هو أنه خارج الشرقية، ومن المتوقع عودته قريباً. لا أعرف هذا الشخص، إنها أول مرة أسمع فيها اسمه. إذا كان قائدهم فقد أمر بموت رجالي، يجب أن تجده. أجل، ولأسباب أخرى أيضاً، أملنا الأكبر في العثور عليه هو من خلال أول شخصين. أعثر على ذلك المردخوار يا باسم كما اتفقنا، سأنتظر بيشي. أنا ممتن لك على تحرير رجالي، تفضل هذه العملة مع جزيل شكري.